اخويا شنو نقول لك شي اسمح لي هذه الكلمه، حنا الميليو ديالنا خانز، حنا ماشي نقول لك حنا الوقيته اللي دوزتنا لي كاباغي اللي كنت كنخدم في لي كاباغي يوميا حتى حنا كنا كارين معاك، تلقى مغني ومغني كارين دار ولا مغني كاري بيت، هادشي كله دوزنا حنا ولاد الشعب فهمتيني، يعني كتلقى دار في المثل في 3 البيوت كتلقى كاري في المثل مغني ومعاه كارين جوج بنات خدامين في شركه، ولا ضروري كيوقع خلاط، يعني ضروري كيوقع هاد الحوايج هذا. انا على راسي ما نقدرش نديرها، انا الا بان وقال لا دي ان جي، انا بعدا اقسم بالله ما كرهتش يكون عندي شي وليد، ما كرهتش واش الله، انا بعدا ولدي يبان لولدي ندير لا دي ان، عرفوا ولدي والله ما نفرط فيه، راه ماشي كنهضر كنهضر من القلب، يعني انا ضد الفكره ديال انك تعرف ولدك وتبرى منه، ولا اما باش يجي واحد يلصق عليك بان ماشي ولدك ويلصق فيك، هذا باش شفنا الظاهره اللي وقعت عادي الميلودي ولا شي، يعني عادي الميلودي انا ماشي ما كنظنش انا حيت انا كنعرفه شخصيا هو انسان طيب، راه ما يمكنش تعادي الميلودي الا كان ولادو غيسمح فيهم، انا كنعرفه كي داير السيد انسان طيب وفي شكل داير والرجوله، يعني شوف شي حاجه كي كلوش ما نعرف، حنا ما نعرفوش العلم لله، مي انا عارفك السيد راجل